قتل شاب فلسطيني بعدما أطلقت الشرطة الإسرائيلية النار عليه بادعاء محاولة طعن رجل شرطة عند باب الأصباط في القدس الشرقية. كان فلسطيني من أم الفحم قد طعن 4 أشخاص في بلدة الخضيرة شمالا، من بينهم مجندة حالتها خطرة. وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن حكومته وافقت بالإجماع على فرض عقوبة السجن بحد أدنى 4 سنوات على رماة الحجارة والقنابل الحارقة من الفلسطينيين، كما رفعت الغرامات كإجراء طارئ.